السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الجلسة سنستعرض فيها أكثر من كتاب أيضا، واليوم عندنا كتب ثلاثة كتب، هي كبيرة من حيث الحجم ولكن عددها ثلاثة: كتاب الأوسط لابن المنذر، والأم للشافعي، ومغازي الواقد مغازي موسى بن عقبة رحمة الله على الجميع. أول كتاب بين يديه هو كتاب الأوسط لابن المنذر. طبعا الكتاب هذا 15 مجلد، ويعني هو في الفقه، في مجال الفقه، ويعد من أهم كتب الفقه، من أهم كتب الفقه، الفقه العالي، لأنه ينقل لك أقوال الصحابة والتابعين مسندة، فهذا يفيدك في مسألة تحرير هذه الأقوال ونسبتها إليهم. طبعا أنا دائما أنبه أننا عندما نتعامل مع الإسناد في أقوال غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا نتعامل معه كما نتعامل مع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الهمم لا تتداعى إلى نقل الأقوال مسندة والإكثار من روايتها، يعني حتى الثقات ينشغلون برواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من انشغالهم بكلام الصحابة والتابعين. فلهذا لا نتعامل مع تلك الأسانيد بمعاملتنا بنفس طريقة معاملتنا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك لها اعتبار يعني ولها فائدة، وخاصة إذا كان القول غريب أو قول شاذ أو ما شابه ذلك، فلا بد من النظر في أسانيدها هذه الأقوال. هذه أول ميزة لهذا الكتاب، أنه ينقل الأقوال المسندة. ثانيا، يرتب لك مثلا قول أول قال به كذا كذا كذا، والأئمة طبعا فقهاء الذين جاءوا لاحقا هم فقهاء الأمصار، سفيان الثوري، أحمد بن حنبل، شافعي، مالك، كذا، حتى أهل الرأي أبو حنيفة يذكر أقوالهم ويقول مثلا هذا ذهب إليه الفريق الفلاني يعدد لك، هذا ذهب إليه الفريق الفلاني يعدد لك، ويأتيك بعد ذلك بمستندهم من الحديث مسندا بأسانيده هو، وينقل أقوال الصحابة والتابعين أيضا بأسانيده. وبعد ذلك أحيانا أو كثيرا ما يرجح هو بما يتبين له. طبعا هو ينسبونه إلى الشافعية، هو فعليا درس على كبار الشافعية، ولكن الواقع لا، هو لا يتعامل بالطريقة المذهبية. أكيد أثر دراسته الشافعية مؤثر عليه بشكل كبير، أي إنسان درس ضمن مدرسة معينة ستبقى مؤثرة فيه، ولكن هو يرجح بما تبين له، وليس أنه لا هذا قول أصحابنا بدنا ننتصر له كما يفعل بعض المقلدة في المذاهب. لا، هو متجرد عن التبعية ويرجح بما يتبين له. الكتاب كما قلنا يعني من أهم كتب الفقه العالي، طبعا الطبعة جيدة، أحسن طبعة هي طبعة دار الفلاح بنظري، ومن حيث الورق وجودة الطباعة وما شبه ذلك شيء جيد، الخط كبير يعني سهل القراءة، حواشي قليلة يعزون الأقوال إلى الكتب الأصلية وما شبه ذلك، وإذا ذكر القول أو يعني الأثر الذي يذكره في كتاب آخر فيعزونه إليه، هذه يعني طريقة التحقيق، فليسوا يعني يطيلون ويناقشون الأقوال أو ما شابه ذلك. حتى أن المحقق قال يعني أنا طلب مني أن أناقش هذه الآثار من حيث الصحة والضعف ما شابه ذلك، فقال أنا لا أريد أن أصنف كتابا حول كتاب الأوسط، غايتي أن أظهر كتاب الأوسط كما أراد مؤلفه. والتحقيق هو أصل التحقيق هو أن تخرج الكتاب كما أراد مؤلفه، ثم أضيف إليه مسألة عزو الأقوال، شرح الألفاظ الغريبة، تصحيح خطأ أو شيء من هذا القبيل. وبعض الناس توسع في مسألة التحقيقات حتى صار يصنف كتابا فعلا على هذا الكتاب. فهذا يعني بالنسبة للكتاب الأوسط
للإمام ابن المنذر رحمة الله عليه. طبعا ابن المنذر هو من علماء أهل السنة والجماعة، طريقته العقدية، هو ما صنف شيئا في العقيدة طبعا، ولكن الواضح من كلامه ومن بعض ما يعني تكلم عنه في مسائل ضمن كتاب الأوسط وضمن بعض الكتب الأخرى تبين، وكذلك ضمن التفسير له تفسير، تبين أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي ذلك الزمان العلماء الكبار كلهم كانوا تقريبا على يعني السنة، إلا من شذ وذهب، والله المستعان. فطبعا هو له أكثر من كتاب على فكرة، هذا الأوسط 15 مجلد، هذا مختصر، وله كتاب السنن، السنن والإجماع والاختلاف، هكذا كان اسمه، كتاب كبير جدا غير موجود، فاختصره ثم اختصره مرة أخرى فخرج علينا بكتاب الأوسط 15 مجلد. وهنا يا أخي أنت تنظر، يعني هؤلاء الذين بعض الناس يتجرؤ على السلف، يتجرؤ على السلف، يخالف السلف ويقول ما علمت لهم مستندا، ما علمت كذا، مين أنت حتى تعلم؟ ما العلم الذي وصلك ووصلني؟ ما هو العلم الذي وصلنا؟ يعني ابن المنذر هذا 15 مجلد هو مختصر كتابي. أنت برأيك حتى الطلاب العلم ولا الناس المتصدرين وكذا قرأوا هذا كله؟ كلهم قرأوه؟ نعم في منهم من قرأه لا بد، لكن أنا أقصد الموجود كثير من المتصدرين لم يقرأوه، فما بالك بالمفقود؟ المفقود شيء كبير. فلا يتطاولن أحد على السلف رحمة الله عليهم، علمنا يستحيل أن يبلغ شيئا من علمهم، يستحيل، لأن المصادر التي عندنا ليست كالمصادر التي عندهم. المليون إسناد التي كان يحفظها الإمام أحمد ليس عندنا منها إلا شيء قليل. لا نتطاول على السلف رحمة الله عليهم، نقف حيث وقفوا، نقول سمعا وطاعة، هم العدول، هم العلماء رحمة الله عليهم. ابن المنذر له تفسير، أيضا تفسير ابن المنذر ما نقل إلينا كاملا، أظن المطبوع منه مجلدين وصل إلى سورة النساء فقط، يعني ضمن سورة النساء انتهى تفسير ابن المنذر، وهو تفسير مسند ورائق. فشوف كم يعني نحن عندما ننظر، أنا مرة قلت إن كثير من الكتب أو كتب أهل السنة شيء منها حرق وشيء منها ضاع وكذا، طلع واحد يقول هذا يقول علم الأمة فقد. لا، الحمد لله العلم الذي يلزمنا لم يفقد، ولكن في كثير من العلم فقد، في كثير من الأسانيد، كثير من الأقوال التي تقوي وكذا، كل ذلك أو كثير من ذلك يعني مفقود. فنحن ما وصل إلينا ذلك الشيء الذي يجعلنا أهلا أن نتطاول على السلف رحمة الله عليهم أو أن نخالفهم لقول إنسان متأخر أو إنسان حتى قول شاذ في المتقدمين أو ما شابه ذلك. فنعم هذا ابن المنذر رحمة الله عليه، طبعا من كتبه المشهورة كتاب الإجماع. على فكرة حتى على سيرة الفقد، ابن المنذر يمكن أكثر من 10 كتب من كتبه مفقودة، أكثر من 10 من كتبه، وعالم جليل يا رجل، عالم من كبار أهل العلم، 10 من كتبه مفقودة. طب وينها؟ وينها؟ خلونا يأتون بها حتى نقرأها، عرفت؟ ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى حافظ لأمته ما يعني يقوم بها الدين، ما يقوم به الدين. من كتبه الإجماع، وهو من أشهر كتبه، وطبعا بعض الناس يقولون إنه متساهل بنقل الإجماع، والواقع يعني هي ليست قضية تساهل، وإنما كل عالم له طريقة في اعتبار الإجماع. يعني بعض الناس يتشدد في شروط الإجماع حتى لا يبقي إجماعا، يضع شروط شروط شروط، بالنهاية ما ظل الإجماع على ولا شيء، يمكن فقط لا إله إلا الله في عنده عليها إجماع، غير ذلك ما في، إلا إذا اعتبر القبورية كذلك يعني من ضمن المجمعين فسيزيل الإجماع حتى عن لا إله إلا الله. بعض الناس يعني عنده تشدد شديد في الشروط، وبعض الناس عنده تسيب، أو مو تسيب، خلينا عفوا يعني الكلمة، خلينا نقول تساهل
في نقل الإجماعات إلى درجة أن مسائل كثيرة منقول فيها خلاف صريح يعدها إجماعية. فلا يعني ابن المنذر من المعتدلين إلى حد كبير، ولكن يعني لا شك أن ما في عمل إلا وعليه نقد، ما في عمل إلا وعليه نقد. ابن حزم الذي حاول أن لا يأتي في كتابه مراتب الإجماع إلا بالإجماع المنضبط، يعني تشدد في الإجماع جدا، هو قال أن فيما معناه أن شرطه في الإجماع أن لا يأتي إلا بإجماع يعني محكم. جاء ابن تيمية صنف عليه كتاب يعني نقد مراتب الإجماع ورد عليه عددا من المسائل، وفوق كل ذي علم عليم. فهذا يعني ما أردت أن أقوله لما يتعلق بالأوسط. طبعا الأوسط إذا أردت أن تسألني في أي مستوى يقرأ، قد يكون على اسمه أوسط، مستوى متوسط. لماذا لم أقول مستوى متقدم؟ إذا قسمنا مستويات على ثلاثة، مبتدأ متوسط متقدم، المبتدأ يقرأ الأشياء السهلة التي ليس فيها خلاف عالي، لا يخوض في الخلاف، يتقن مذهبا، يتقن كذا. المتوسط يقرأ من هذه الكتب، ومن الغلط أن يبدأ بها مع مستوى مبتدئ فيتشتت ويرجح على هواء وكذا، يقع في أشياء. مستوى متوسط هذا جيد، أن يطلع على الأقوال الموجودة في المذاهب. مستوى المتقدم يناقش هذه الأقوال، الأول يضبط مذهب، متوسط يطلع على الأقوال ويعرف الخلاف ويفهم أسس هذا الخلاف، مستوى متقدم هو يبدأ بعملية الترجيح. طبعا حتى ما أنسى، في لابن المنذر أيضا كتاب الإشراف على مذاهب العلماء، هذا الأوسط كما ذكرنا ينقل بأسانيد وما شابه ذلك. كتاب الإشراف وأنا اشتريته، أو اشتري لي يعني بالأحرى، يعني جزا الله خير للإخوة، كهدية، وموجود في مصر، ولكن نقله إلى عندي صعب، يعني البريد بدهم موافقة أزهر، وموافقة الأزهر ما عرفنا كيف بدنا نطالعها، والشركات الأخرى غالية إلى درجة أنا لا أرضى أن يعني يرسل فيها، والله المستعان. لكن يصل مصيره، يصل بإذن الله. الكتاب الثاني هو كتاب الأم للإمام الشافعي رحمة الله عليه، يعني هنا هذا تمام، عشر مجلد، في منها مجلدات صغار وفي منها مجلدات كبار. هذا من طباعة دار الوفاء ودار ابن حزم. على العموم الأم للإمام الشافعي أيضا يعني من الكتب المهمة جدا في الفقه، في الفقه العالي، لأن مؤلفه من أجل العلماء ومن طبقة اللي هي آخر طبقات السلف رحمة الله عليه، والرجل جاب الأمصار وأخذ العلم من أصوله ومنابعه والتقى بكبار أهل العلم. يعني هو تتلمذ على الإمام مالك وعلى الإمام سفيان، وراح بعد ذلك على العراق والتقى بالكبار، ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر فأخذ العلم، وكان ذكيا وكان فطنا. ورحمة الله عليه ترى عمره ليس كبيرا، مولود 150 في نفس يوم وفاة أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، ومتوفى عام 241، يعني 150 ل 241، لا والله كبير، 241 أحمد بن حنبل، الله المستعان، 204، من 150 ل 254 54 سنة، يعني
لكن مع ذلك سبحان الله يعني علمه، واجتمع للإمام الشافعي كثير من الأمور، ومما يذكر له نسبه، هو مطلبي قرشي رحمة الله عليه، والتقى بالكبار وهو من طبقة متقدمة، وكان حافظا، كان محدثا وفقيها، جمع الحديث والفقه، حتى إنه عندما ذهب إلى العراق، العراق كان فيها مدرستين، مدرسة الحديث اللي هي أهل الحديث والأسانيد وكذا، وفي مدرسة الرأي. وكان أهل الرأي يعني عندهم طريقة في الكلام، كلام شاطرين بالكلام شوي. لما ذهب الشافعي إلى العراق انتصر لأهل الحديث كثيرا، واستطاع أن يناقش أهل الرأي بطريقة تنفع معهم، عرفت؟ لأن أهل الحديث يأتون بالحديث، وأهل الرأي يعني بعض الأحيان يأتون بكلام لا يستطيع أهل الحديث، بعض أهل الحديث، الرد عليهم فيه. ولهذا لما ذهب إلى مصر قالوا له، إلى العراق قالوا له رد لنا على أهل الرأي، حتى أن بعضهم قال كانت رقابنا بأيدي أهل الرأي، من المتأثرين بأهل الرأي أقول، قالوا كانت رقابنا بأيدي أهل الرأي حتى جاء الإمام الشافعي. فهو خبر طريقة أهل الرأي حتى قال لهم اكتبوا لي، ائتوني بكتب محمد بن الحسن، فرد عليها وصار في نقاشات ومناظرات وأشياء كثيرة بينهم. فالإمام رحمة الله عليه كان يعني أصوليا، هو مؤسس علم أصول الفقه على فكرة، هو مؤسس علم أصول الفقه ويقعد القواعد وما شابه ذلك، مع أن هذه القواعد قد تجدها في نفس الإنسان لكنه لا يعرب عنها. يعني أحيانا في شيء أنت في ذهنك تستطيع تصوره لكن لا تعرف كيف تفصل هذا الأمر أو كيف تجمله على شكل قاعدة. يعني على سبيل المثال، ذهب أحمد إلى البيت، أكل محمد الخبز، محمد عفوا يعني، فلماذا فيها ضمة مثلا؟ العربي يقول لك هي محمد، نعم هنا محمد، أكل أحمد، ليش عليها ضمة؟ هي هكذا، فصياغتها تحت أن هذا يسمى فاعل، والفاعل مرفوع، والعلامة الرفع الضمة، الصياغة هذه لا يحسنها كل أحد. فالأصول الفقهية موجودة عند المحدثين، موجودة عند غيرهم، لكن الشافعي كان يستطيع أن يجعلها ضمن قواعد ويعرب عنها. وهذا موجود ضمن كتاب الأم. يعني كتاب الأم ليس كتابا واحدا، هو مجموعة كتب، سأذكر لك هذه المجموعة بعد أن يعني أذكر لك بعض الأشياء، يعني أنهي كلامي عن الإمام الشافعي حتى ما أتشتت فيه. نعم، فالإمام الشافعي ذهب طلب العلم عند الإمام مالك بعد ذلك، واستفاد طبعا من أهل المدينة وأهل مكة وأخذ العلم عنهم، بعد ذلك انتقل للعراق كذلك استفاد وأفاد، بعد ذلك انتقل إلى مصر. في العراق صنف كتابا اسمه الحجة، وهذا الكتاب يرويه عنه تلميذه الزعفراني، ولكن هذا الكتاب يعني ذكر عن الشافعي أنه قال لا أحل لأحد أن يقرأه بعدي لأنني غيرت أقوالا. وهكذا على فكرة العلماء كلما اطلعوا على ما يقوي قولا على قولهم يرجع إلى القول الأقوى، لا يثبت على الباطل ويقول لا، تقول له هذا العمود من حجر يقول لك من ذهب، من حجر لا من ذهب، وعندي دليل يا ذا من حجر نحن شايفينه من حجر، يقول لك لا من ذهب. بعض الناس هكذا عقلهم، الأئمة بحق لا، عندما يتبين لهم الحق يرجعون إلى الحق. نحن لماذا نطلب العلم؟ لماذا ما غاية العلم أساسا؟ هي أن تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، وأن تنشر دين الله. فإذا تبين لك أن هذا دين لا غير الذي تقول، فلماذا تثبت على الباطل؟
ففي مصر، هو جلس في مصر يمكن 4 أو 5 سنوات، أظن 5 سنوات، لأن 204 توفي يعني، وذهب قبل عام 200، يعني تقريبا 5 سنوات هكذا جلسها في مصر، واطلع على بعض الأسانيد وبعض الأمور وأشياء، وغير عددا من آرائه، بعضهم يقول غير أكثر آرائه، يعني الله أعلم، وصنف عددا من الكتب، بعضها كان صنفه من قبل، لكن الفروع الموجودة في كتاب الأم صنفها في مصر، الفروع اللي هي مسائل الفقه، صلاة، زكاة، صيام، معاملات، تجارة، نكاح، هذه صنفها في مصر. ثم في كتاب الأم هذا، هذا حوى الفروع الفقهية اللي هي أصل كتاب الأم، وحوى كتاب الرسالة اللي هو في أصول الفقه، وحوى كتاب جماع العلم اللي هو قريب من مسألة الأصول، حوى أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، حوى الرد على مالك، الإمام مالك، وحوى الرد على أبي حنيفة، وحوى اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، يعني هذه كلها عبارة عن رسائل جمعت في هذا الكتاب. طيب ما الذي جمعها؟ هل هو الشافعي نفسه أم تلميذه اللي هو راوي هذا الكتاب اللي هو الربيع بن سليمان رحمة الله عليه؟ طبعا أحد العلماء قال إن شخصا فتح كتاب الأم فوجد مكتوب قال الربيع، يفتح قال الربيع، يفتح قال الربيع، فقال إذا كتاب الأم مؤلفه هو الربيع وليس الإمام الشافعي، يعني عدها من الأشياء المضحكة، يعني يمكن أنا مرة نقلت هذا الكلام عنه، لكن بعد ذلك تبين لا، يعني ليس الرجل الذي هو ابن مبارك، ليس الرجل بهذه السذاجة، وإنما حتى هي ليس هذا ليس من قوله هو، يعني ليس هو أول من بدأ هذا القول، وإنما أول من بدأه أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب، وأظن للغزالي قول قريب من هذا القول، وليس أن المؤلف هو الربيع بن سليمان، وإنما الشافعي صنف هذه الكتب، من الذي جمعها ضمن كتاب الأم ورتبه؟ يعني نحن اليوم مثلا نقول في محاضرات لابن عثيمين شرح كتابا، مؤسسة ابن عثيمين هي التي تجهز هذا الكتاب للطباعة، ترتبه وتنسق وتضبط وتخرجه للطباعة، فهذا هو الذي كان يقال أو أنه دور الربيع بن سليمان، والبويطي كذلك، البويطي هو أحد تلاميذ الشافعي، فالقول هذا هو أن البويطي رتب كتب الشافعي ورتب المسائل التي ذكرها الشافعي وعرضها على الربيع بن سليمان، ربيع بن سليمان راجع وكذا، يعني قام بتضبيطه إلى درجة أنه يخرج ككتاب منسق مفهرس معمول، يعني مو مفهرس ما بالطريقة المفهومة في عصرنا، ولكن معمول بنظام معين جاهز للقراءة بشكل سلس وسهل. فهذا الذي قاله عدد من الذين نظروا في الكتاب، ولا يبعد وليس قولا يعني بعيدا، كثير من العلماء كانوا يكتبون كتبهم تكون متفرقة، يرتب لهم تلاميذهم، يرتب لهم مثل أحمد بن حنبل، كان الذي يعتني بترتيب كتبه وإخراجها ابنه عبد الله، عرفت؟ فلا ضير يعني بهذا القول، قول ليس سيئا، ويرجع فيه إلى تحقيق هذه المسألة يعني تاريخيا. الشافعي في كتاب الأم يأتيك إلى الباب، باب كذا حدثنا الإمام مالك،
حدثنا سفيان بن عيينة، يذكر لك الآثار ثم بعد ذلك يستنبط لك الفقه منها، ثم بعد ذلك يناقش قول المخالفين. لكن ليست طريقته كطريقة الفقه المقارن المعروف حاليا، أنه يأتي يقول قال أبو حنيفة، قال أحمد، قال مالك، قال كذا، ويقول هؤلاء دليلهم كذا وهؤلاء دليلهم كذا. لا، يقول فإن قال قائل كذا قلنا كذا، أو حدثني فلان عن موضوع وتناقشنا أنا وياه، ويذكر لك خلاصة النقاش. فتجد في ضمن الكتاب مناظرات في الفقه، في بعض المسائل الفقهية ينقلها لنا الشافعي، إما مناظرات حصلت حقيقة وكثير منها تكون مع أهل الرأي تلاميذ أبي حنيفة، أو مناظرات متوهمة بمعنى أو تخيلية، بمعنى أنه يقول لو قال قائل، يعني ولم يقع حقيقة، لكن في قول يخالف قولنا، فآتي أنا بقول المخالف لي وأعرضه لك، وأعرض دليله ضدي، وأعرض كيف أرد عليه، وأعرض دليله الآخر ضدي، ضد ردي، وأعرض ردي على رده، وهكذا. فتجد فيه هذا النوع من النقاش أخذ حيزا كبيرا من الكتاب. ولهذا العلماء الذين اعتنوا بفقه الشافعي ما اعتنوا بهذا الكتاب من حيث التدريس والشرح، كانوا يقرؤونه، نعم أكيد يستفيدونه يقرؤونه، ما في واحد من علماء الشافعية لا يقرأ الأم، إذا كان غير الشافعية يقرؤون الأم فكيف بالشافعية، لكن أنا قصدي كتدريس كانوا يعتمدون على مختصر المزني. وعلى فكرة مختصر المزني مطبوع كذلك ضمن هذا المجموع، يعتمدون على مختصر المزني، لأن المزني ماذا فعل؟ جرد كلام الشافعي تجريدا، جرده عن الأحاديث. ليش؟ أحاديث معروفة، مصادر الحديث كثيرة، لكن أنت بدك تعرف خلاصة ما فقهه الشافعي من هذه الأحاديث، فجرده عن الأحاديث مع أنه قد يذكر بعضها المزني، وجرده عن النقاشات، يذكر لك المختصر المفيد. وأحيانا المزني يرجح، يقول هذا قول الشافعي، ولكن يذكر لك من قوله القديم اللي كان في بغداد قبل أن يتراجع، فيقول لا، المسألة هو تراجع إلى هذا القول، لكن قوله القديم أصوب، عرفت؟ فكانت عناية العلماء بمختصر المزني أكثر من عنايتهم بكتاب الشافعي نفسه، ولهذا السبب. والبويطي أيضا من تلاميذ الإمام له مختصر أيضا، ولكن ليست له عناية كبيرة مثل المزني، المزني العناية كبيرة كانت. طيب، هذا ما أقوله عن كتاب الأم للإمام الشافعي. ننتقل للكتاب الأخير اللي هو كتاب المغازي، مغازي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإمام موسى بن عقبة رحمة الله عليه. هذا من أنفس كتب السيرة، هذا كتاب يعني حتى قرأت لمحققه أنه عندما وقع على مخطوطة هذا الكتاب عندما وجدها قال يعني أنه فيما معناه، يعني لا أضبط عبارته تماما، أنه يعني ماذا فعلت حتى الله سبحانه وتعالى يعني يوفقني إلى أن أجد مخطوطة هذا الكتاب. هذا الكتاب العلماء في المغرب كان عندهم ثلاثة أثافي. إيش الأثافي؟ أنت سابقا كانوا عندما يطبخون يشعلون النار ويضعون ثلاثة أحجار ليثبتوا عليها القدر، فهذه تسمى الأثافي، يعني هذه التي يثبت عليها القدر. فكان عندهم ثلاثة أثافي، الأول اللي هو قراءة الإمام نافع المدني، والثاني اللي هو موطأ الإمام مالك، والثالث هو مغازي موسى بن عقبة. فسبحان الله، المغازي هذا فقد جزء كبير منه، المطبوع قبل هذه الطبعة كان شيء مفقود، يعني شيء ناقص بالأحرى،
شيء ناقص، ناقص كثيرا. فهنا المحقق اسمه محمد الطبراني، محمد الطبراني مدرس للغة العربية في المغرب، ولهذا حتى تجد عباراته راقية 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 جدا، وأسلوبه الكتابي جميل، قلمه سيال في مقدمته وكذا. حقق هذا الكتاب، أخرجه لنا كاملا. طبعا الكتاب المجلد الأول منه كله من كلام المحقق، دراسة حول الكتاب وكذا كما ترى، يعني أكثر الناس صاروا يفعلون. والمجلدان الثاني والثالث هي للكتاب، لكن أشيل لك مجلد وأقول لك هذا هو حجم الكتاب الحقيقي، لأن في حواشي تقريبا نصف الكتاب. وطبعا هو ما حشى حواشي لينفخ الكتاب للأمانة، وإنما يعزو لك الأحاديث، يعزو لك مثلا يعني يخرج بعض الأشياء كتخريجات سهلة، يذكر لك معاني ألفاظ دون حشو كثير، يعني شيء معتدل. وخط الكتاب كبير، فحتى كمجلد من هذا الحجم في كتب أخرى تجد الخط أصغر. فيعني أنا فقط أريد أن أبين لك أن هذا الكتاب الذي تراه في ثلاث مجلدات هو ليس كبير الحجم. وانظر إلى الكتابة، يعني ترى أنها ليست كثيرة، صغيرة وصغيرة الحجم، مضغوطة في الصفحة، مريحة جدا في القراءة. أنا أحب الكتب تكون هكذا. لا، كتاب الأم سيء الطباعة، يعني الطباعة أساسا سيئة، غير مريحة للعين. يعني ليتهم نفخوه شوي، لكن على العموم أنا ما وجدت نسخة أحسن. بعض الناس على فكرة ما يجدون فيها بأس، أنا أجد بأسا، أنا أتضايق من الخط الصغير، ما أدري واضح عندكم؟ شوفوا الفرق عندما تقرأ من هذا وتقرأ من هذا. طيب، على العموم مغازي موسى ابن عقبة، طبعا في موسى بن عقبة لما قرأنا كتاب يمكن الخلال، موسى بن عقبة الجهمي كان جهميا، كان يرافق الجهمية، نزل عند الجهمية فهو مثلهم. فبعض الأخوة سألوني أليست مغازي موسى بن عقبة يعني من مفاخر الإسلام؟ كيف كان جهمي؟ لا، هو في واحد آخر أي اسمه موسى بن عقبة، كان في عصر الإمام أحمد بن حنبل. هذا موسى بن عقبة من صغار التابعين، متوفى عام 141 للهجرة. إيه، فهذا موسى بن عقبة سني من التابعين رحمة الله عليه. فنبهت حتى إذا قرأت موسى بن عقبة جهمية غيره، ومن ثقات المحدثين، هو محدث، ولكنه في هذا الكتاب سار على طريقة المؤرخين، وهذا دائما أن ننبه الإخوة عليه. ليس تعاملنا مع التاريخ كتعاملنا مع الأحاديث اللي في الأحكام، ليس تعاملنا مع الأحاديث التي في الفضائل، في الرقائق، كتعاملنا مع أحاديث الأحكام. فهو سار على طريقة المؤرخين، يعني مع ذلك إيش أقصد بطريقة المؤرخين؟ أنه قد إذا أردت أن تجمع الأحاديث الصحيحة في السيرة فقط الصحيح ستجد فجوات. هذه الفجوات ما الذي يربط بينها؟ أحاديث ضعيفة. كذلك في كثير من الأشياء التي هي قصص مختلف في تصحيحها وتضعيفها، وفي بعض أشياء من آثار النبوة وما شابه ذلك
ودلائل النبوة فيها نقاش حول صحتها، فما كان يتعنت يعني في ذلك، لا هو يذكر، ومع ذلك لم يكن يتوسع، لم يكن يذكر أشياء منكرة ولا يتوسع في الضعيف، الضعيف فيه قليل. ولهذا يعني ذكر، أظن الإمام مالك ذكر أنه أصح كتاب في السيرة مغازي موسى بن عقبة، يعني كتاب مغازي ابن إسحاق، مغازي الواقدي، مغازي كذلك سيرة ابن إسحاق، بعد ذلك سيرة ابن هشام، فيها توسع، توسع كبير. لا هذا ما فيه، لا توسع في نشر الضعيف ولا الاتيان بأشياء لا يحتاج إليها. فالحقيقة أن طالب علم مبتدئ يستفيد منه، لكن على أن لا يكون أول كتاب تقرأه في السيرة، يعني في كتب مبسطة ومسهلة أكثر، خلي ثاني أو ثالث كتاب. طبعا موسى بن عقبة رحمة الله عليه في عنده شيء جميل، أنه يحاول أن يربط الآيات مع الحوادث التاريخية، وأحيانا يذكر لك شيء من العبر. وكذلك ما يتعلق بكتابه أنه يكثر من ذكر الأسماء، خاصة أسماء الصحابة، يجمع لك من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف الفلاني، من قتل معه في الغزوة الفلانية، هكذا. وعلى سيرة غزوة، لماذا اسمه مغازي؟ كثير من الكتب تجدون أن أسماءها مغازي، وبعضها سيرة. طبعا مغازي مشتقة من غزوة، والغزوة معروف هي المعركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحد الموجودين فيها، تسمى غزوة. فلهذا كتب، عدد من كتب السيرة تسمى مغازي، ذلك لأن الأحاديث أو الذكر تفاصيل الغزوات دقيق جدا. وكان في المدة يعني التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكانت يعني حياة في المدينة تنقل بدقة أكثر وبتوسع أكثر مما ينقل في الحياة العهد المكي، لأن الأحداث التي في العهد المكي قليلة مقارنة بالأحداث هذه. يعني في العهد المكي كان في دعوة، كان في أمر بالصلاة وتخويف من النار وما شابه ذلك، ولكنها تستطيع أن تختصرها. أما المغازي عندما تذكر الغزو الفلاني وكيف صارت معركة بدر ولماذا وأسبابها وين وقفوا وكيف عملوا الخندق، من الذي اقترح الخندق في غزوة الخندق، وكيف تآمر المشركين على النبي لإسقاط الدعوة، وكيف الله سبحانه وتعالى نجاهم، تجد تفاصيل تفاصيل تفاصيل. فكتب السيرة دائما تجد فيها المغازي أو الكلام عن الغزوات أكثر من الكلام عن الجوانب الأخرى، ولهذا كانوا يسمونها مغازي، ولكنها تذكر السيرة من أولها إلى آخر. هذا ما لدينا، هذا ما لدينا حول هذه الكتب التي عندنا اليوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ينفعنا وينفع بنا. والسلام عليكم ورحمة الله.